عشان نتكلم بتفاصيل اكتر ورؤيه فنيه اكبر واوضح من كده بكتير، خلينا نروح للكابتن الكبير جدا كابتن عمرو انور نجم النادي الاهلي السابق. يا كابتن عمرو مساء الخير على حضرتك. خير، ازيك يا امير؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ ان شاء الله اكون بخير، ومشاهدين قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يكون بخير ان شاء الله. تقييم حضرتك لمباراه المنتخب بالامس والاداء الخاص بمنتخب مصر، ومش مباراه الامس في الحقيقه، الثلاث مباريات اللي فاتوا في الدور الاول، رايك ايه؟ يعني انا شايف ان رايي يعني المنتخب حقق الهدف المطلوب. انت النهارده لو بتيجي تقيم المنتخب كنتائج، هو حقق الهدف المطلوب. علامه كامله، 9 نقط في 3 مباريات، 3 كلين شيت، يعني يعتبر الى حد ما دلوقتي هو اقوى هجوم واقوى دفاع في البطولة. وصل لدور 16، مش عايز اقول بأقل مجهود، عايز اقول بقدرات فنية خاصة للعيبة داخل الملعب. كويس. بقدرات فريق. يعني ده وجهة نظري. يعني احنا لو اتكلمنا، لو خدنا مثال، بتتكلم على 3 مباريات ككل، ولكن هنتكلم يعني على الحاجه القريبه اللي احنا كلنا شفناها امبارح. النهارده بتتكلم على توفيق 3 لعيبه كانوا في الملعب، كانوا موفقين فعلا. نمره 1 طبعا محمد الشناوي، ومستوى مش عايز اقول مفاجاه، لا هو مستوى عالي جدا جدا جدا، يستحق بجداره انه يكون حارس مصر طبعا الأول. طبعا. ولولا تألق الشناوي امبارح، لا كانت الامور هتبقى صعبه جدا على المنتخب المصري. فدي حاجه يعني بنشكره عليها، بنشكر مجهوده عليها، وبنشكر طبعا كابتن احمد ناجي، كابتن طارق سليمان طبعا المجهود اللي هو عامله معاه في النادي الاهلي طبعا. طبعا. بتتكلم بقى في الاثنين التانيين اللي هم الموفقين، بتتكلم في محمد صلاح في الفاول. وتريزيجيه. محمدي في لا والمحمدي في الجون اللي جابه. ومحمدي حضرتك بتتكلم على الاهداف يعني. بالظبط. احنا انت لو بتتكلم على تريزيجيه هو اللاعب الوحيد من بدايه البطوله لحد يعني لحد المباراه بتاعت امس، هو الوحيد اللي محافظ على مستواه من بدايه البطوله لحد فعلا فعلا. ده يخش معاه شويه برضه، عشان برضه يعني يخش معاه شويه انصافا برضه للعيبه اللي موجوده في الملعب، احمد حجازي وايمن اشرف. استثناء كده انت يعني بتتعامل مع المباريات بان انت راجل اسم منتخب مصر الكبير، الفرق بتنزل عامله لك الف حساب. انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا دلوقتي قبل ما انا اخش معاك، ان الفرق حتى لما بتنزل بتبقى طمعانه فيك شويه، او بتحاول ان هي تظهر قدراتها شويه. بالظبط. بيصادفها حاله من عدم التوفيق، وفي لحظه من اللحظات في وقت ما هم متفوقين هم كويسين جدا بيجي فيهم جول، يجي لهم احباط غير طبيعي. بالزبط. وبيتاكدوا ان هم بيلعبوا قدام مصر التاريخ العريض صاحب 7 بطولات، وبيتاكدوا ان هم مش هيكسبوا. فدي بتبقى نقطه مهمه جدا في صالح المنتخب. مش عايزين الـ 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 الامور دي تسبب احباط للجمهور. على قد ما كلنا زعلانين على الـ على الـ على الشكل وعلى الاداء. طب كابتن عمرو، الف باسم منتخب مصر. كابتن عمرو، الارقام كويسه بالنسبه لمنتخب مصر، لكن في نفس الوقت هي ارقام معاكسه تماما للمنتخب. من وجهه نظرك تمام، اسباب الاداء السيء ده ايه يعني، والحل كمان ايه يعني؟ هنفضل كده لحد امتى، وخصوصا ان احنا داخلين على الادوار الاقصائيه بدايه من دور 16؟ انا شايف ان في نقطتين سلبيتين هم اللي مأثرين على اداء المنتخب. نمره 1، انه مفيش لعب جماعي تمام، مفيش تحركات صح. يعني مفيش تحركات متفق عليها، مفيش جمل متدربين عليها، مفيش تحركات من غير كوره. يعني انت النهارده عشان تلعب لعب جماعي لازم اللي معاه الكوره ده يبقى عنده يعني اختيار و2 و3 عشان يقدر يلعب الكوره بسرعه. انت النهارده اللعيب اللي بيديله الكوره مفيش حد بيتحرك له من غير كوره، فبيضطر يلعب او يلجا الى الكور الطويله، واحنا مش مميزين في الكور الطويله. يمكن المميز الوحيد اللي تقدر تلعب عليه كور طويله هو مروان محسن. وحتى مروان محسن لما بياخد الكور العالي مفيش تكمله لا من خلف المهاجمين ولا من نص الملعب، فدي بتبقى عندك مشكله. انت ما بتقدرش لا تستحوذ ولا تقدر ان انت تلعب على الكور طويله، وده اللي مخلي شكلك وحش في الملعب. فعلا. النقطه الثانيه يعني انا وجهه نظري ان انت اضعف الخطوط اللي موجوده عندك اداء، ان كان تكتيكي او كان اداء فردي او اداء جماعي، هو خط النص. فعلا. يعني خط النص منتخب مصر مدي لك حاله
من عدم التوازن في الملعب بيعمل مشكلتين. المشكله الاولانيه ان انت مفيش ساتر ما بين نص الملعب وخط الظهر، اي فريق يوصل بمنتهى السهوله لخط الظهر وللشناوي. انت ما عندكش ستاره دفاعيه تحمي خط الظهر بتاعك، فدي مشكله. المشكله الثانيه ان انت ما عندكش صانع لعب واضح في الملعب بيأدي الدور، ما عندكش الربط اللي هو ما بين نص الملعب اللي هو يربط خط الظهر بالمهاجمين. انت بالتالي لا انت قادر تمنع الكوره انها توصل لخط الظهر وللحارس بتاعك، ولا انت قادر توصل الكوره للمهاجمين او للثلاث مهاجمين اللي قدام. علشان احنا مش عايزين نعمل حاجه خالص بصراحه يا كابتن عمرو. انا بكلمك بمنتهى الصراحه. يعني بصراحه مش ده سببه. مين النهارده مين اللي بيربط الثلاث خطوط ببعض في الملعب؟ نص الملعب في الحاله الهجوميه بالظبط. انت عندك حاله، يعني حاله تسيب غير عاديه في نص الملعب. يعني انا بكلمك بمنتهى الصراحه، النهارده لما تحسب كم الهجمات الخطر اللي اتعملت على منتخب مصر في الثلاث مباريات اللي فاتوا، ملهاش علاقه لا بخط الظهر ولا بخط الهجوم. النهارده انت يعني خط الدفاع الاول اللي المفروض يبقى ساتر او ستاره زي ما احنا بنقول على خط الظهر هو نص الملعب، مش موجود. طيب كابتن عمرو، عايز اسال حضرتك سؤال. المرحلة الجاية بداية من دور ال 16 إن شاء الله، هل حضرتك من وجهة نظرك شايف إن لازم يكون في تعديلات في التشكيل ولا تعديلات في أسلوب اللعب؟ الاثنين. ما أنت عشان تغير في التشكيل لازم هتغير في طريقة اللعب. إن أنت معلش أنا برضو في نقطة الناس مش واخدة بالها، أنت ما عندكش برضو دكة احتياطي تقيل، أنت ما عندكش واحد بره، يعني خلينا نتكلم بصراحة، ما عندكش حد بره لما ينزل يقلب لك نتيجة المباراة ولا شكل المباراة ولا شكل الفريق. انت يعني ولا يعني استثني بس عشان برضو ما بقاش انا يعني يعني متحامل جدا، استثني بس وليد سليمان بس اذا لعب فترات. فاهم قصدي؟ وليد سليمان كمان مش هو وليد سليمان، يعني الفتره اللي لعبها. ما هو ليه؟ لانه بيلعب فترات بسيطه، فترات قليله، الراجل راجع من اصابه طويله، فتره طويله، كان محتاج وقت اطول وكان محتاج بالظبط عشان بالزبط يجهز. صح. فاهم قصدي؟ يعني قصه وليد سليمان انه يجهز بدني، انه يجهز فعلا. انت فاهم قصدي؟ والبديل الثاني اعتقد يبقى عمرو ورده يا كابتن. هو احنا دلوقتي كلنا ما احناش عارفين موقف عمرو ورده. لا، عمرو هيلعب من الدور الجاي، ما هو ما فيش بدايل. ماشي ماشي، بس انت النهارده معلش احنا برضو احنا مش جوه المطبخ زي ما بنقول، ما نعرفش الكواليس ايه، ما نعرفش هل النهارده الضغوط بتاعت اللعيبه هي اللي خلت عمرو ورده يرجع، قال النهارده الضغوط بتاعت اللعيبه دي هي اللي هتخليه ممكن يلعب ولا احنا. بص احنا بنسمع اخبار وبنسمع حكايات، انت ما حدش عارف يحط ايده على الحقيقه فين بالظبط. انما انا بكلمك بمنتهى الصراحه، انت ك ك ك ك كاختيارات حضرتك ركزت بشكل كبير جدا على نص الملعب، العلاج ايه؟ طبعًا. الاسماء اللي ممكن حضرتك لو مكان اجيري تتصرف وتحاول تلعبهم في ظل الخيارات الموجوده حاليا بالنسبه لمنتخب مصر، تلعب مين في نص الملعب؟ انا بقول لك، يعني انا لو مكانه او انا اللي كنت هلعبه في الملعب للاسف ده بره المنتخب. مين هو؟ عمرو السليم. طبعا. يعني انا النهارده لو انت بتخيرني، انا النهارده انا برضه في علامات استفهام وفي ملاحظات كبيره جدا على الاختيارات، يعني انا النهارده على اي اساس واخد 6 سرد باكات؟ وانا عندي مثلا واحد زي ايمن اشرف لو الامور اتلخبطت اعرف العب سرد باك، واحد زي احمد ايمن منصور لو الامور اتلخبطت اعرف العب بالظبط. صح. طب انا واخد ليه 4 سرد باك؟ ايه يعني ايه الفكره؟ علي غزال لو انا النهارده احتاجته، يعني انت فاهم قصدي؟ فعلا. ايه الحكمه ان انا اخد الكم الهائل ده من المساتين وانا ما عنديش حلول في نص الملعب؟ قول لي الحلول اللي في نص الملعب عندك ايه؟ دونجا وعلي غزال. دونجا، ما انا بقول لك طارق حامد، دونجا، النني بالنسبه لي انا مش عايز اقول لغز، النني ده يعني المفروض يبقى اعلى من كده بكتير. طبعا. اعلى من كده بكتير. طبعا مستوى اعلى من كده بصراحه. طبعا. انا بقول لا، ده حد انا اعرفه كويس. نعم انا عارف. حد انا اشتغلت معاه، حد انا مرنته، حد انا عارف امكانياته كويس، حد انا بتفرج عليه في الدوري الانجليزي لما بيلعب. لما كم الهجوم الغير مبرر عليه لا بيخليه ينزل الملعب بالحاله اللي احنا شايفينها دي، ومحدش يقول ان ده المفروض لعيب محترف وما يتاثرش و و والكلام ده كله. لا 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 لا، الكلام ده مش مظبوط. احنا النهارده لو كلنا بنشجع المنتخب، انا النهارده المفروض اقف جنب اللعيب بتاعي واسده وهو مش موافق.
المفروض ان انا اسقف للعيب بتاعي وهو كويس. طبعا اللعيب بتاعي بيبقى محتاج ان هو متماطر. فالحمله اللي معموله على بعض اللعيبه اللي في الملعب. طيب. زي محمد النني وزي مروان محسن وزي احمد حسن كوكا و الكلام ده كله. الناس دي لعيبه كويسه. لا مش وقتها خالص، اه دول لعيبه كبار وكل حاجه. الناس دي لعيبه كويسه جدا، معلش انا باحترامي لكل الاراء اللي بتهاجم اللعيبه دي، لا الناس دي لعيبه كويسه جدا، لعيبه محترمه جدا وصاحبه امكانيات في الكوره عاليه جدا. لكن مش معنى ان انا النهارده مش موفق، مش معنى ان انا اقعد اتهاجم. ما اعرفش ايه السبب، هل ده المصالح الشخصيه؟ هل ده لا لا، هو بس الموضوع غيره شويه يا كابتن، غيره على المنتخب وخوف على المنتخب خلال الفتره اللي جايه. الصراحه لا، انا شايف الهجوم مبالغ فيه جدا. طيب المطلوب المرحله الجايه من منتخب مصر يا كابتن عمرو انور، ايه المطلوب بالنسبه للمنتخب عشان المرحله الجايه نقدر نتخطى كل دور باذن الله ونحقق الاهم وهو الفوز باللقب؟ لا، المطلوب الفتره اللي جايه اولا تركيز نمره واحد. تركيز حاجه مهمه جدا، علاج الاخطاء بشكل سريع جدا. مفيش وقت، انا بكلمك بمنتهى الصراحه، لان انت النهارده احنا استضفنا توفيق ان احنا بنلعب فرق كويسه بتقدر توصل للمرمى بتاعك بمنتهى السهوله، ولكن ما عندهمش القدره التهديفيه. اذا وصلت انت لمراحل متقدمه، لعبت فرق ثقيله وعندها لعيبه اللي هي بتعرف تستغل الفرص وانطاف الفرص، هتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه لك. كابتن عمرو واحد، اتفضل. نمره واحد لازم يبقى في اهتمام شويه بالدور الدفاعي لعيبه نص الملعب. مفيش حاجه اسمها الزيادات العدديه اللي بتيجي علينا وبتيجي على خط الدار وعلى الحارس بالشكل اللي الناس بتوصله بمنتهى السهوله ده. وبعد كده لازم يبقى في جمل الناس متدربه عليها، لازم يبقى في حلول. أكيد. لازم يبقى في لما جنب بيتقفل اعمل اختراق من العمق. لازم لما العمق بيتقفل اعمل في تغيير ملعب، في جمل. يعني امبارح الجمله الوحيده اللي اتعملت اللي جه منها الجول الثاني. فعلا صح، جمله تكتيكيه واحده في 90 دقيقه جون، والثانيه الجمله الثانيه اللي عملها تريزيجيه محمد صلاح، وصلاح ضيعها في اول الشوط الثاني. فعلا كده اللعب اجتهادات شخصيه، فلازم الشخصيه هتنفع مع الفرق اللي هي المتوسطه اللي احنا لعبناها في دوري. بالظبط صح. انما الادوار اللي جايه مع الفرق هتبقى الامور صعبه. الفرق المنظمه اللي هي طمعانه فعلا في البطوله، لا هتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه لنا اذا ما حصلش ترتيب للاوراق بسرعه جدا. تمام كابتن عمرو، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا. كابتن عمرو انور طبعا نجم النادي الاهلي السابق ومدير فني لشباب النادي الاهلي، واتكلم